متابعة فقراتنا لليوم هي مع كندا بأرض ورد. صباح الخير. صباح الخير غادة. كمان اليوم عنا كثير أسئلة. ليش؟ عن النباتات. هلا موسم مشاكل، يعني فينا نقول كل موسم له المشاكل تبعوله. هلا في مشاكل، بس في كمان نتائج شغلنا يلي زرعناه بالربيع خلال كل السنه. دائما بقول انه دائما المتابعه بكل شيء، بعتقد مش بس بالزرع، بس تكون متابعه الاشياء دغري بتعطيكي نتيجه افضل. وعم بتلقى مشاكل، بس كمان عم بتلقى صور حلوه، وبشجع كل الاشخاص اللي بحبوا انه يشاركونا يبعثوا لنا جنيناتهم الحلوه بالكون او النباتات يلي هن فخورين فيهم. بحب كثير اني اشوف الصور كمان، مثل ما انه بنبسط اني جاوب على كل الاسئله يلي عم تردني، وعم جرب قد ما فيني اعجل فيهم لحتى يكون النتيجة دغري ياخدوها، مش تكون طولنا بالإجابة. الأشخاص يلي عم نأخر شوي كتير بدي أعتذر يعني، بس عن جد عم بعمل جهدي إنه نجاوب عليهم كلهم. ورح بلش بأول مسج وصلني لليوم غادة، وهو رسالة صوتية وصلت عبر الواتساب مع السؤال ومع الصورة. أنتم كمان فيكم تبعتوا سؤالكم بهالطريقة إذا كان أسهل ما أنكم تكتبوا، تبعتوا رسالة صوتية كمان نتلقاها ومنسمعها مع كتير منيح لحتى نقدر نجاوب. رح نشوف سوا. بونجور، ابعتلك هالصورة لحتى تردي علي إذا ممكن، وتقولي لي كيف بعتني فيها وشو الطقس اللي بليمها أكثر، لأني جبتها وما بدي أخسرها. إذا بتريدي اعملي معروف. شكر كتير كبير لعالم الصباح وناس جيدة اللي عم تشتغل على هالموضوع. اوكي، هلا هيدي النبته هي من النباتات يلي بنسميها البلانت كارنيفور لانه بيعدوا بقلبها الحشرات وبيعلقوا جوا بقلبها. بسموها كمان ذا مونكي بلانت او نبته القرود، كمان لانه شكلها مثل كانه عندك هالزهره يلي شفناها باخرها، مثل كانه نوع من القرود يلي معلقه على الوراق او على الاشجار، مثل ما عاده بنشوفهم بالغابات الاستوائيه بموقعهم الطبيعي. هذه نبتة هي نبتة استوائية، بنهتم فيها مثل كل النباتات الباقيين يلي جاي من هالمواقع هيدي. أول شيء بس لأشرح ليش بنسميها بلانت كارنيفور، لأنه عندها مثل سنسرز، مثل مناطق حساسة تجذب لها حشرات، وهالحشرات هيدول بيجوا بتقعد على تمها للزهرة تقوم بتوقع، وعادة هيدي الزهرة بتعبي مي بقلبها. كمان في كتير حشرات تنجذب لها لانه في بقلبها مي وبتوقع بقلبها. هلا يلي بيصير انه هي بتعصر عليها الزهره، بعدين بتصير بتشد على الحشرات يلي هن موجودين، والحشرات بعد الوقت بيتفتتوا، وبصير هالشيء اللي موجود فيهم هو عباره عن غذاء للبلانت. مشان هيك هي مسميها البلانت كارنيفور، غريبه الطبيعه شو بتعطيكي اشياء. واللي لازم انه نعمله اول شيء بدها كثير رطوبه، دائما لازم انه نرطب لها الوراق تبولها بالمي، بانه نرشهم بالمي. ما لازم انه تكون معرضه كل النهار للشمس، الافضل انه تكون بمحل مضوى كثير منيح بدون ما يكون في شمس مباشره جاي عليها، واذا كان في ساعتين من الشمس الصباحيه معلش، بس مش بوقت بيكون مشويب. هدول الاشياء اللي صرنا بنعرفهم عن كل النباتات الاستوائيه اجمالا. نسقيها وقتها تعطش، وقتها تعطش يعني بس يصير التربه تبعولها ناشفه، عاده بفصل الصيف مرتين بالاسبوع بيكون كثير منيح. مغذيات بالاوقات اللي بتكبر فيها. رح ناخذ اتصال. ايه اكيد. عنا هزار. صباح الخير يا هزار. الو الو، جود مورنينج. اهلا، معك مدام هزار دويري. اهلا هزار، تفضلي. ايه حبيبتي، بدي اسالها اذا في مجال. في عندي انا جاردينيا، الشجره كثير ناجحه كانت وما احلاها، بس فجاه صارت الزهره تصير صفرة شوي شوي من تحت قبل ما تفتح الزر، يعني أوكي. شوي شوي صفرة بعدين بتسود وبهره، بس مش كل لون، في شيء بيفتح
في شيء بيموت. في شيء بيموت. فما عارفه شو في. اوكي اول شيء. في شمس وفي هواء وفي كل شيء. باردون؟ في شمس وفي هواء؟ في كل شيء يعني، وبس هي كل 3 ايام مره، انا هيك معودتها يعني، كنت كثير منيحه، شجرتين عندي. اوكي. هذا بس سؤال، هي جديده هالسنه ولا من قبل؟ ايه جديده، لا هي قديمه الشجره بس انا جبتهم جداد على بيتي. إلون شي 3 أشهر. أوكي أنا بعتقد إنه لازم تسقيها أكتر، يعني إلون 3 أشهر هلا بلشنا أيام المشوبة أكتر. جربي إنه تسقي قبل 3 أيام محطوطين برا، ما هيك؟ أكيد. أوكي جربي إنه أربي على بعض أوقات السقية، لأنه الجاردينيا بتحب المي، وهيدي أيام بلش الشوب صار فينا نقول، بعتقد صار بدها وتيرة أقرب للمي. اوكي هيدا اذا ما في عليها من، ما في عليها شيء، ما عم بتشوفي ولا اي شيء بالعين المجرده. لا ابدا ابدا. اوكي أبداً. اوكي اوكي ثانك يو. يا هلا. انا اتصال، خلينا نرجع لعندك. اوكي فاذا هيدا الجواب بالنسبه للبلانت كارنيفور. ثاني سؤال بدي اعرف، صباح الخير، بدي اعرف شو اسم هالشجره وكيف بهتم فيها، وبشوف حشرات صغيره كثيره على التربه، شو ممكن يكون بتطير كمان، حشرات صغيره بتطير على التربه، شو ممكن انه اعمل؟ هيدي النبته هي نوع من الدراسينا، بنسميها سونج اوف انديا، اليوم عندنا كثير اسامي حلوين. لانه هي اكثر، هي اصلا دراسينا مواليد الصين، يعني هي اصلا اصولها من الصين. صرفنا. بس سونج اوف انديا لانه على المناطق القريبه من الهند منشأ الاصلي، ومثل ما احنا شايفين بتعمل البوكيات مثل الدراسينا، بس الفرق انه بتتشعب اكثر بكثير. هلا كيف لازم انه نهتم فيها؟ بدي ارجع ازيد زيت الحكيت، نبته مثل هذه هي نبته استوائيه، وعاده هي بتحب انها تنسقى بس لما تعطش. الدراسينا من النباتات يلي ما كثير بتحب المي، دائما الافضل انه خليها تعطش افضل ما انه كتر لها مي كثير. يعني بنسقي اجمالا بالفصل الصيف اذا كان بمحل فيه اي سي خاصه مره واحده بالاسبوع كافي، اذا حسينا انه شوب اكثر منجرب نبلش بمرة بالأسبوع، إذا حسيت أنه عطشت ممكن أنه أسقي أكتر، بس عادة ما بيلزمها أكتر من هيك. الأهم هو أنه نعطيها رطوبة، نرش ورقة بالمي ونهر المي اللي بتزيد، لأنه نحن منساعد النبتة بأنه نعطيها رطوبة، منرشها دغري مباشر عليها. هي بتحب الرطوبة يلي موجودة بالجو يلي مش بتجي مي مباشر عليها، فبدنا نجرب نخلق لها شيء بيشبه الموطن الطبيعي تبعولها. منرش منعطي رطوبة، فينا نعطي حواليها كمان، بس أنا ما كتير بحبز لأنه أكيد بيكون في حواليها مفروشات، بيكون في أشياء تانية، ما بدنا كمان ننزع الدنيا كرمال بلانت. فمنجرب أنه نرشها لقلها برطوبة، وإذا كان في مي عالقة على الورق لازم أنه نرجع نهزها لحتى يوقعوا، تما يسرع يصير في عندي أمراض تانية. هدول شغلتين كتير مهمين نعملون، وبنحطها بمحل مثل ما كنت عم بحكي قبل شوي، مضوى كتير منيح، شمس صباحية، معلش شمس كل النهار عادة عم تحرقها. ميرسي. كمان عنا أسئلة، عنا كثير أسئلة قلتلك اليوم. تاني سؤال رح ناخده هو من فيكي. فيكي بتقلي إنه في عندها 15 شجرة، شجرة زيتون بمنطقة بعبدة، عمرهم تقريبا 20 سنة وزرعتهم صار لهم 5 سنين، كانوا عم بيعطوا اول ما زرعتهم وهلا بطلوا عم بيعطوا ابدا شجر حبوب زيتون، وسالت كثير خبراء جربوا يشحلوا لها اياهم ويظبطوهم ويعطوا ادويه، فما كثير مشي حال بعدهم لهلا، بعد 5 سنين مش عم بيقدروا يعطوا. شو هو السبب؟ ما بعرف، في كثير اشياء بدي اقول لفيكي ممكن تكون اسباب، انا ما وصلني صوره منك فيكي، اذا بتقدري تبعتي لي صوره، بس ممكن يكون من خطا التشحيل، لانه الزيتون كثير حساس لكيف طريقه انك تشحلي واي متى الوقت انك تشحلي كمان، وعاده مشان هيك سنه اي سنه لا بيعطي لانه منكسر الاغصان تبعوله، وممكن يكون كمان من طريقه تغذيه او من تربه، مع انه انا شوي بستبعد لانه الزيتون عاده معروف انه كثير من نوعيه ترب ممكن انه يعيش فيها بسهوله، الا اذا في عن جد مشكله كثير كبيره. هلا امراض
بستبعد كمان انه يكون في مرض كثير خطير لانه كان بين دغري. يعني عم نحكي بخمس سنين كان اكيد بتكون الشجره بين شكلها منه صحي بهالفتره هيدي، فبرجح انه يكون التشحيل او طريقه القص يلي ممكن انه يكون صار شيء، او لانه مطعمين رجع طلع الشرش الاساسي تبعول الشجره. فيا ريت يكون عندي صور لحتى اقدر انه اعطي جواب عن جد مزبوط، ولكن فيها انه تعتمد على هالاجابات اذا كان رديوها بيكون كثير منيح، اذا لا بتمنى احصل على صور كمان. خلينا ناخذ اتصال كان ضياد. الو رجاء كيفك؟ الو الو صباح الخير. الحمد لله. بدي الو نحن عم نسمعك. بدك توطيلي هالتلفزيون من حدي؟ رح اوطيه. يلا يلا. عندي اليتميمي. الو عم نسمعك. اليتميمي صار لها 15 سنة عندي وأكثر، كانت كثير تعمل شلوح خضرة وهيك، هلا هالسنه صار لها سنتين بتعمل الاخضر، الورق كله اخضر كثير حلو، هي بعد شوي بيبسوا بيصيروا مثل النعنع اللي ميبستوا. اوكي، وما عم بتزهر؟ نعم عم بتزهر؟ عم بتزهر، اللي بيطلع الاخضر بتزهر وزهرتها كبيره يعني مش ضعيفه. عم نحكي عن الياسمين البلدي؟ الغصن ضعيف رفيع كثير الغصن. اوكي، اللي عم نحكي عن الياسمين البلدي؟ ايه ياسمين بلدي كثير كثير كانت شجره. اوكي، وعم تشوفي عليها شيء؟ في شيء الوان مثلا بودره حمراء بنيه شوي مثل النحاس، في شيء هيك؟ نو لا ابدا نظيفه. الصيت الاخضر مدام، الصيت الاخضر طلع بقلبها هيك يعني يابس نشاف، بس ما في شيء مبين، ما في شيء حشرات مبينين عليها. نو ما في حشرات أبداً. وعلى الكعب، على كعبة على الشرش لا جريت... والكعب كمان أبداً أبداً. أوكي، ولا عم بتشوفي شيء عم بيطلع من التراب؟ ما بقى معنا على الخط بفتكر. نو لا عم بتقلي كمان ما في شيء. ما في. اوكي، ما في شيء على الشرش، انا بيهمني ما يكون الشرش كمان مضروب، وكمان عم تقول ما في شيء حشرات عليها، خلينا نجرب انه نعطيها مغذيات للنباتات اللي بتزهر، في كثير ايام بيفقر التراب، يعني بيكون عم تقول صار لها 15 سنة بيكون التراب عن جد صار فقير كثير، خاصة بالمواد العضوية، يعني فينا أو نحط مواد عضوية، نحط تراب اسود مخلوط بكومبوست مخلوط ب انغري عضوي، او بنقدر انه نجيب كمان سائل يلي هو خاص بالنباتات يلي بتزهر، نجرب نخليها تقلع بهالطريقه تنشوف اذا كان هذا هو السبب ولا لا. كمان في عنا اتصال. عنا اتصال. اي يلا. الو 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 مريم. مريم من المانيا عم بتلفن. مريم الو انقطع الاتصال. طيب على كل حال ميرسي لك كندا. ميرسي غاده، نرجع بنشوفك قريبا ورح ناخذ بريك صغير، خليكم معنا.